إحدى إخواني في بعض الأسئلة، يعني إحدى الأخوات سأل عن عائلة الهودلي. عائلة الهودلي هي عائلة موجودة في اليمن، وتم اعتقال أفرادها قبل مجموعة من السنين، أكثر من 10 سنين، في السعودية، نتيجة يعني أنه كان في اتهام لأحد أفرادها محمد عبد الهودلي بطريقة أو ما أو أخرى، يعني إما أنه ادعى المهدوية أو أنه هو تم اتهامه بالمهدوية، فتم اعتقال مجموعة كبيرة من عائلته في برنامج على الإنترنت، يعني يقال أكثر من 70 شخص من عائلته تم اعتقالهم. فتسأل أنه إذا تم أحد أو من هذه العائلة تم فيهم منهم في السجن في السعودية، فأنا حملت السؤال لعائلة الهودلي في اليمن، وكان الجواب للأخت اللي السائلة أنه كلهم خرجوا، وآخرهم الأخ سليم بعد ما قضى 8 سنين في المعتقل، فما تمش ولا أي واحد موجود فيهم في المعتقل. فهذا سؤال إن شاء الله عشان السائل يعرف الجواب. أنا كمان سؤال أخ من الإخوان بيسألني، لو أن المهدي موجود بيننا ماذا كنت تقول له؟ مش راح أقول لو أنه هلأ المهدي عماله بسمعني، شو الرسالة اللي بدنا نوجهها للمهدي؟ إذا حدا بحب أنه هو يشارك وأنه يوجه شيء، الباب مفتوح. ولكن يعني أنا أول شيء بنصح فيه، إذا المهدي موجود فعليا عماله بسمعني، فإحنا شو بننصح؟ أولا حتى لو المهدي بيعرف نفسه أنه هو المهدي، وهذا محتمل على العكس، يعني هذا محتمل جدا 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 أن المهدي يعلم نفسه أنه هو المهدي. ليش؟ لأنه من متطلبات المهدوية أن هذا الإنسان يكون على علم شرعي كبير. المهدي زي ما حكينا، دراسة صفاته تأتي بعد الإسلام والإيمان والإحسان، يعني الدرجة عالية من إيش؟ من الشرع. هو لابد أنه يكون واقف على هذه الدرجة. فلما هو يكون واقف على هذه الدرجة، يكون عارف الصفات الزمانية والمكانية والجسدية والشرعية والأحوال اللي بتعم البلاد في هذا الزمان، وبكون شايف أنه كل هذه الصفات تنطبق عليه. فمن ناحية قناعة يكون هو عارف، خلينا نقول 99%، أنه هذه الصفات تنطبق عليه. ولكن احنا شو بننصحه؟ بننصحه اياك ان تزكي نفسك، اياك ان تزكي نفسك. ليش؟ لانه اذا انت قلت حتى بينك وبين نفسك انا المهدي، هذه تزكية للنفس، والله سبحانه وتعالى امرنا بعدم تزكية النفس. فاذا انت بدأت تزكي نفسك، هاي التزكية بحد ذاتها شو بتكون؟ بتكون حبل من حبائل الشيطان، انه شو يسوي؟ انه هو يسحبك من هاي التسمية. هناك اخواني اللي احنا بننصح فيه انه هو يتمه على علمه، شرعه، تقواه، دراسته، ومحبته لاخوان المسلمين، وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ونصحهم في الله سبحانه وتعالى. اموره العادية اللي بيقوم فيها ما يطلع عنه. وكمان اخواني، كمان نصوح، احنا بننصح ان في هذا الزمن اللي احنا موجودين فيه، انه كل الانظار من كل رؤساء الظلم والكفر والفساد، يعني كل حاكم ظالم وفاسد من مصلحته القضاء على المهدي. ليش؟ قلنا في احد دروسنا وعنوناه انه مجيء المهدي معناه ايش؟ نهاية كل الاحكام والحكام الفاسدين. عشان هيك كل حاكم فاسد، ما بنحكي على حكام صالحين. احنا قلنا احنا مش في موقع تقييم الحكام اذا هم صالحين ولا فاسدين، ولكن هنحكي على قاعدة انه اذا كان في حاكم فاسد، فمن الاكيد انه مجيء المهدي شو معناه؟ نهاية حكمه. من الاكيد انه مجيء المهدي نهاية حكمه. عشان هيك كل حاكم ظالم شو بكون معني؟ معني بعدم ظهور المهدي، بعدم ظهوره، او الاستدلال عليه حتى انه شو يسوي؟ انه هو يصفيه او يقتله قبل ايش؟ قبل ما هو يظهر ويقوى وبالتالي يزول
حكمه لهذا. لكن النصيحة الثانية اللي بنصحه فيها إن هو يبقى متواري عن الأنظار، يبقى إيش؟ متواري عن الأنظار قدر الإمكان. يعني ما في داعي ينشر دروسه على الملأ على العام، كيف احنا من الآن نسوي دروسنا على الملأ؟ ما في داعي، ما في داعي إنه يتكلم في أمور قد تشير الإصبع إليه. احنا النصيحة الأولانية قلنا لا تزكي نفسك، والنصيحة الثانية ابقى إيش؟ ابقى في وضعك متحجم صغير لحد ما يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه كل العالم الإسلامي حاليا بحاجة المهدي وبحاجة وجوده، وهذا إنسان سيكون على قدر المسؤولية، سيكون على قدر المسؤولية. فزواله شو معناه؟ معناه تفريط عظيم للأمان اللي هو حملها على كالب إنه هو ينشر العدل في كل العالم بعد ما انتشر إيش؟ جور وجهد. هذه النصيحة اللي احنا ننصحه إياه. النصيحة الثالثة إنه أكيد إنسان بهذه المواصفات رح يعيش حياة كرب، يكون عايش حياة كرب، هم وغم وشدة وتشرد وفرار من مكان إلى مكان. إنسان مطارد شو بده يكون؟ بده يكون عمله بنتقل من مكان إلى مكان آخر حتى إنه الناس ما تستدل عليه. فإحنا النصيحة الثالثة اللي بنصحوا فيها إنه هو يصبر الصبر الجميل، يصبر الصبر الجميل، ويتذكر إنه هذا الحال اللي هو عايش فيه إنما هو ثغرته التي وضعها سبحانه وتعالى، وضعه سبحانه وتعالى عليه. كل إنسان خلق يعني سخر لما خلق له. الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان لهذه المهمة، هذه مهمة جلل وصعبة، فيجب أن يكون على قدر هذه المهمة، وبالأخص في إيش؟ في الصبر والجلل. فنحن ننصحه أنه يبقى على صبره، ونذكره أن الصبر هو إيش؟ هو مقدار الثواب عند الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تتلقى من الثواب على قدر ما تصبر على الابتلاء. الله سبحانه وتعالى يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا. أنت تتلقى من الأجر على إيش؟ على مقدار الصبر. والابتلاءات هي سنة المسلمين، وكل ما زاد إيمان المسلم شو زادت؟ زادت ابتلاءات. ونذكر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل، كل يبتلى بحسب دينه. فإذا كان في دين العبد غلظة كان ابتلاؤه عليه، وإذا كان في دين العبد رقة كان ابتلاؤه رقة. احنا شو منقول؟ نقول اصبر صبرا جميل، أجرك على الله حتى يأتي هذا المعنى. لا تزكي نفسك، ابقى في مكانك، انتقل من مكان إلى مكان آخر، لا تدل الناس عليك، لا تجعل الناس تشير إليك بالبنان، واصبر صبرا جميلا. هذه نصائحنا لأخونا إن كان سمعنا أو شفنا.